الببجي لعبة تنتمي إلى ألعاب البقاء، يحاول اللاعب فيها أن يحافظ على حياته داخل اللعبة حتى النهاية. يمارسها الصغار والكبار ومن كلا الجنسين حتى وصلت حد الإدمان. حقيقة لعبة الببجي هي لعبة إلكترونية، هي لعبة إلكترونية ذات دوافع سياسية، ذات دوافع سياسية اشتغلت عليها عناصر استخباراتية من خارج الوطن، غزت المجتمع العراقي لأجل تغيير الأفكار، لأجل تغيير أفكار الشباب. فشباب المجتمع العراقي بدل ما يدرسون ويتعلمون بدأوا بهذه الأفكار الذي تؤدي إلى العنف، إلى العنف المجتمعي. طبعا أدعو شبابنا وشعبنا بصورة عامة أن يتركوا هذا لعبة الببجي، لأنها أشوفها تدعو إلى العنف وتدعو إلى المزيد من القتال، فهذا الأمور احنا معانينا من عدها. فأدعو شبابنا أن يوعون ويدورون على أمور أفضل لهم من هذه، يعني اللي يفكر بدراسة، اللي يفكر بمستقبل أفضل من هاي الأمور. نعم، الاسم الحقوق محي الدين مجيد الفهد. بقدر ما لاقت هذه اللعبة من ترويج، هنالك حملات طالبت بإيقافها للعواقب التي تزرعها في عقول الكثيرين، أهمها تنمية العنف وخطورة الإدمان والتراجع في المستوى الدراسي عند الطلبة وإظهار السلوك العدواني عند الأطفال. مستوى 43 لعبة حلوة، ألعبها ساعات من أرجع من الشغل ألعبها، يعني ألعبها ساعة قل الساعة. إيه أنا أصدقاء. شنو اللي شفت بيها كلها؟ يعني حلوة، أصدقائك ساحة مع الحرب تتونس به، تقضي وقت عليه. تقضي وقت تقريبا من يوم؟ يعني من أحل من الشغل بالتنتين لثلاثة هيك وأطلع. وبعدين ألعب هم بالليل، أرجع من 10-12 نوبات للوحدة وأنام، أرجع الصبح ما ألعب ببجي، من أروح للمحل فتحة أقعد ألعب ببجي. أكو عرب بالطيارة، جملة اعتاد أن يقولها ممارسي لعبة الببجي، يتبادلوا الشتائم والوعيد فيما بينهم، مضيفة لهم العنف والإدمان. ياسر عدنان، قناة صلاح الدين الفضائية، تكريت.